فاتقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد ورد أنه لما مر يهودي على المهاجرين والأنصار، وعلى الأنصار بالذات، وهم جالسون بينهم المودة والرحمة والمحبة، غاض هذا اليهودي ما رأى من ألفة المسلمين وائتلافهم ومحبة بعضهم لبعض، جلس إليهم وجعل يذكر الأنصار بما كان بينهم في الجاهلية من حروب وثارات وأراد من ذلك أن يفرق بينهم، فأثر فيهم كلامه ووجد بعضهم على بعض لما تذكروا ما كان بينهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم وطمأنهم وذكرهم بنعمة الله عليهم وائتلافهم بعد الفرقة، فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل حق. اعتصموا بحبل الله، تمسكوا به جميعا، بدل أن كنتم متفرقين، اعتصموا بحبل الله جميعا، فهو الذي يجمع القلوب المتباعدة وينشر الرحمة والمودة، حبل الله جل وعلا. اعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال: ولا تفرقوا كما كنتم متفرقين في الجاهلية، واذكروا نعمة الله عليكم بالشكر. هذا الائتلاف وهذه المحبة التي بينكم بعد الفرقة والجفا، هذه نعمة عظيمة. إذ كنتم أعداء في الجاهلية يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا ولا تهدأ الحرب بينكم، لا سيما في يوم بعاث، اليوم المشهور من أيام العرب، بين الأوس والخزرج. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، بأي شيء ألف بين قلوبهم بعد العداوة والنفرة؟ بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء في الجاهلية فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بدل أن كنتم متعادين متنابذين
أصبحتم إخوانا في الدين وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني لو بقيتم على ما أنتم عليه لوقعتم في النار جميعا، فأنقذكم الله منها بالإسلام وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة تذكر فتشكر لله عز وجل. كذلك يبين الله لكم آياته المنزلة ويبين لكم فضلها وخيرها لعلكم تهتدون، رجاء أن تهتدوا إلى الحق والصواب والألفة والمحبة، وكان هذا هو الواقع مع القرآن ومع الرسول، ولا يزال ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة التي هي بين أيدينا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان وآخر هذه الأمة. نعم، جزاكم الله خير وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلنا المخرج فهد الشمري على الشاشة قريبا. شيخ صالح، ونحن الحقيقة معكم في هذا اللقاء نود أن نسأل أيضا بعد تفسير هذه الآيات المباركات، ونقول ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه حريص على خدمة الإسلام وعلى خدمة أمته، وقدم جهودا مشكورة وعظيمة في خدمة هذه القضايا، قضايا الأمة العربية والإسلامية والوقوف معهم في السراء والضراء. هذا ما تبين للأمة من خلال كلمته المهمة للعالمين العربي والإسلامي، جعل الله ذلك في ميزان حسناته وبارك في أعماله الطيبة وأمد في عمره على طاعته. نسأل يا شيخ صالح، الفتن التي تعصف بالأمة في وقتنا الحاضر، ما موقف المسلم منها وما العلاج؟ مأجورين، ونريد كلمة في ذلك. موقف المسلم من هذه الفتن كموقف المسلمين فيما سبق، فالفتن ليست جديدة، الفتن كانت ولا تزال. يبتلي الله جل وعلا عباده ليتميز الصادق في إيمانه الصابر على دينه من المنافق وضعيف الإيمان. فكلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في رأب الصدع والحث على الائتلاف والاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والتحذير من قوم يدعون الإسلام وهو منهم بريء، لأنهم لا يسيرون على نهج الإسلام، الله، وإنما يسيرون على نهج الغلو والتفريق بين المسلمين واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. وهذا الدين منصور والمسلمون منصورون بحول الله وقوته، فهو حفظه الله يذكر المسلمين بهذه النعمة ويحذرهم من ضدها، وهذا من نصحه للمسلمين ومحبته لهذا الدين، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونفع به وبكلامه ووصاياه. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيخ صالح، فضيلة الشيخ، وردتنا أسئلة الحقيقة
عن صيام ما بعد رمضان، صيام الست من شوال، ما ضابطها فضيلة الشيخ؟ وإذا كان على الإنسان أيام من رمضان بماذا يبدأ؟ نعم، صيام الست من شوال ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وهذه الستة الأيام عن شهرين، فيكون من صامها كمن صام السنة كلها وهي الدهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ففيه استحباب صيام هذه الست من شوال، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم صيامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، بل يصومها من الشهر في أي وقت تيسر له ذلك، أن تكون داخل الشهر ولا تخرج عنه. ومن كان عليه قضاء فإنه يصوم القضاء أولا ثم يصوم هذه الست إذا اتسع لها الشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فتكون الست، يكون صيام الست بعد صيام رمضان، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. فالمسلم يبادر بصيامها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لينال هذا الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج الذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، ونرجو أن تكون الأسئلة مختصرة وواضحة كي نتمكن من الاستفادة من توجيهات الشيخ. يسأل هذا السائل الشيخ صالح ويقول: عندي زكاة وأريد أن أضعها في مصرف الوقف، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن الوقف يذهب إلى مصالح أخرى، لا يذهب إلى الفقراء والمساكين بالتحديد. الله جل وعلا حدد أهل الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، ثمانية مصارف لا تخرج عنها. أما الوقف فإنه يصرف في أشياء ليست من مصارف الزكاة وإن كانت خيرية، والزكاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فالمسلم يخرجها ويضعها في مصارفها ولا يضعها في الأوقاف أو في جمعيات البر أو الجمعيات التعاونية، وإن كانت هذه الأشياء جهات خير، ولكن الزكاة بالذات حدد الله مصارفها فلا بد أن توضع فيها، لأن الله حصرها فيها في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، وإنما تفيد الحصر. فلا بد أن يتأكد المسلم الذي عنده زكاة من وصولها إلى مستحقيها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت، يقول هذا السائل: بعض الدعاة يفتي في بعض المسائل الفقهية العويصة ولكنه لا يعطي الدليل، هل يؤخذ بفتوى؟ الفتوى إخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا أو أوجب كذا أو نهى عن كذا، فلا يقوم بها إلا من عنده علم من الكتاب والسنة.
والدعاة مهمتهم أن يحثوا الناس على الخير، ترغيب والترهيب والنهي عن المعاصي والمخالفات بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن. وأما الفتوى فلها جهات خاصة يسأل عنها تلك الجهات المخصصة للفتوى، لأنها مهمة جدا. ومهمة الداعية ليس الإفتاء، مهمته إنما الترغيب والترهيب وحث الناس على الخير. نعم. السائل الشيخ صالح يقول بأنه يحب أن يقرأ في المختصرات من الكتب الشرعية في الفقه والتوحيد وغيرها، ما رأيكم في ذلك وما الأنسب؟ هذا شيء طيب، رغبته أن يقرأ في كتب العلم الفقه والتوحيد، ولكن هذا لا يكفي، وليس هذا هو طلب العلم. طلب العلم أن يكون على العلماء، فيقرأ هذه الكتب على العلماء لأجل أن يشرحوها له ويبينوا معانيها له. أما أن يعتمد على قراءة الكتب فقط هذا لا يكفي، لأن الكتب قد يكون فيها شيء غير صحيح، وربما يكون هو يفهم غير الصحيح، فلا يعتمد على القراءة. يعني يطلب العلم أول شيء على العلماء ثم بالقراءة من الكتب ليستفيد منها. نعم. نأخذ الاتصال الأول. سعيد معنا من الرياض، من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا قرأت في الإنترنت أن المظاهرات تجوز من علماء خارج المملكة، قرأت أن علماء خارج المملكة يرون بأن المظاهرات تجوز بشروط. السؤال الثاني، أنا هل العلماء أجمعوا على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها؟ طيب، شكرا. السؤال الأول، المظاهرات لا تجوز لأنها تسبب الشرور والفتن، وربما يصحبها تخريب، وأيضا أشد من ذلك أنها خروج على ولاة الأمر، فهي شر كلها ولا تجوز المظاهرات. والذي عنده مطالب قدمها للمسؤولين، وهناك طرق لإيصال الشكاوى والنظر فيها بدون مظاهرات. فالمظاهرات لا خير فيها، ومن أفتى بجوازها فقد أخطأ ولم يتأمل ما فيها من الشرور، لأنها فوضى. وديننا جاء بضبط الأمور ولم يأتي بالفوضى، ويأتي هذه المظاهرات التي ليست من دين الإسلام، وإنما هي من عادات غير المسلمين. فلا يجوز للمسلمين أن يتظاهروا، وإنما إذا كان لأحدهم شكوى أو طلب قدمه للجهات المسؤولة للنظر فيه، هذا هو المطلوب. نعم. والسؤال الثاني، ماذا على المرأة المسلمة؟ هو يقول هل أجمع العلماء على وجوب الحجاب، أن المرأة تغطي وجهها؟ نقول الكتاب والسنة قبل الإجماع، الكتاب والسنة يدلان دلالة واضحة على وجوب ستر المرأة لوجهها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا
الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا دلالة الكتاب والسنة، والله جعل الحجاب أولا أنه فيه طهارة لقلوب الرجال والنساء من الشهوة التي تجر إلى الشر، وثانيا أنه يمنع أذى الفساق، فالمرأة المتحجبة لا يهم بها الفساق ويعرفون أنها نزيهة. وأما المرأة المتبذلة التي لا تحتجب فإن الفساق يطمعون بها ويؤذونها ولو كانت عفيفة ونزيهة. نعم. بندر من الدمام، تفضل. نعم تفضل يا بندر. عليكم السلام يا شيخ. أنا بس حبيت أسأل، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول أن الدكتور، أنا عندي ضغط وعندي سكر، والدكتور قال لي أنا عندي الضغط دائما يرتفع وينزل، وعندي ضغط في الدم وعندي نقص في الدم، فيسبب لي دوخة، يسبب لي ما أقدر أمشي، لما أوقف أصيح أدوخ. والسؤال الصلاة يجوز أن أصلي في البيت إذا تعب. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا نظري ضعيف وأحفظ بعض الآيات القصيرة في القرآن، يجوز أن أكررها يوميا، ما يحتاج أن أقرأ القرآن لأن ما أشوف، أحفظ بعض الصور. طيب واضح واضح واضح، الله يحفظك. عنده ضغط وسكر يقول ويرتفع، هل يصلي في البيت؟ إذا كان ما يستطيع الذهاب إلى المسجد بسبب الضغط أو السكر يصلي بالبيت، لأن هذا عذر شرعي، فإذا زال عنه هذا الضغط وهذا السكر ونشط على الوصول إلى المسجد فهذا أمر واجب أن يصلي في المسجد. وأما السؤال الثاني، يحفظ الآيات. نعم. ونظره ضعيف. قال الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. ويقرأ ما تيسر له من القرآن، وليس بلازم أن يقرأ القرآن كله، وإنما يقرأ ما يحفظ من القرآن من سور أو من آيات ويكررها، وله في ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. علي من الرياض، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عندنا سؤال يا شيخ الله عافيك. تفضل. الله عافيك يا شيخ. انا ذهبت انا واهلي مكه. نعم. ولما وصلنا للميقات وكان فيها الدوره. طيب. ولما وصلت الميقات دخلت في النسك يعني. طيب. ولما وصلنا السكن نست مشطت شعرها وقصت اظافرها. وهذا جابت العمره يعني. ولما اعتمرت وخلصت العمرة نفت أن تقصر من شعرها إلا لما رجعنا الرياض، ما ذكرت إلا وإحنا في الرياض يعني. طيب جاوب الشيخ. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. أما التقصير فلا بأس ولو كان في الرياض، لأنه ليس له مكان معين. وأما ما أخذت من شعرها أو أظفارها وهي محرمة فعليها الفدية، مخيرة أن تصوم 6 أيام، أن تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. الذبح والصدقة هذه لا بد أن تكون في مكة، وأما الصيام فيجوز في أي مكان. نعم. أبو أحمد من جازان، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. أرفع صوتك أبو أحمد. عليكم السلام يا شيخ. كنت ذاهب في الصدى، حاول انك تكسر التلفزيون شوي. نعم تفضل. كنت ذاهب الى مكة المكرمة لاداء العمرة، فسلكت طريق جدة الليث للإحرام من محاذاة ميقات يلمة، لعلمي بان من هناك ان هناك لوحة محاذاة يتم الإحرام من عنده. فانا طبعا اول مرة اسلك ذاك الطريق، فلم تتبين لي لوحة ما عرفت لوحة الإحرام من الميقات، فاسترشدت بعض رجال الأمن الموجودين على ذلك الطريق
فارشدوني الى مكان احرمت منه وذهبت واتممت عمرتي ولله الحمد. فتبين لي بعد ذلك ان المكان الذي احرمت منه يبعد عن نفس لوحة المحاجة ما يقارب 7 كيلومتر. شكرا. تعديت المحاذات، يعني تعديت المحاذات. ايوه تعديتها بدون علم، مع العلم اني ايضا عاد عملت عمره اخرى بعدها. احرامك صحيح ان شاء الله وعمرك صحيحه، وعليك الفديه، عليك الفديه، اما ان تذبح شاة في مكه وتوزعها على الفقراء، وان كنت لا تستطيع فانك تصوم 10 ايام. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع الشيخ صالح الفوزان. عندما يحول الحول مثلا يا شيخ في شعبان على الزكاة، وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب في الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟ الزكاة على تمام الحول، قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا عجلتها بزمن يسير شهر أو نصف شهر فلا بأس بذلك، وهي زكاة الحول. الحمد لله، قدمتها أو أخرتها هي زكاة المال الذي تم عليه الحول أو قارب أن يتم عليه الحول. نعم. أبو فاضل من عسير، تفضل أبو فاضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. المرأة المعتدة عدة الوفاة، هل لها أن تسافر لأداء فريضة الحج؟ طيب شكرا. لا يا أخي، ما تسافر وهي محدة حتى تكمل العدة، تبقى في بيت الزوجية حتى تكمل 4 أشهر و10 أيام، وما دامت في العدة من الوفاة فلا يجوز لها السفر لا للحج ولا لغيره. نعم. صالح من المدينة النبوية، تفضل يا صالح. صالح. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير الشيخ، جزاك الله بالخير. الله يسلمك. عندي واحد سؤال، الله يطول عمرك. أنا في مسافر في مدينة غير مدينتي، وأمكث والله ما أدري يعني المدة اللي أمكث فيها، هل أقصر الصلاة وأجمع؟ طيب شكرا. على كل حال، إذا كانت الإقامة غير محددة ما تدري متى تنقضي حاجتك تسافر، لك القصر ولك الجمع، لكن إذا كنت قريب من مسجد تسمع الأذان فصل يا أخي مع المسلمين، وأتم الصلاة مع الإمام، صل مع الجماعة والحمد لله. نعم. محمد من الخرمة، تفضل أخي محمد. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله. نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتكم يا علماءنا، ونشهد الله أننا نجلكم ونحبكم بالله. تفضل اطرح سؤالك. الله يوفقنا وإياكم. عندي سؤالان يا شيخ. السؤال الأول، طال عمرك أنا كنت ناوي شاري لي أرض في المخطط، وكنت ناوي أبنيها، وبعد ما شفت المخطط وشفت فيه يعني كثرة الناس فيه، يعني نويت أني أبني في مزرعتي وبنت في مزرعتي، وعرضت الأرض هذه للبيع، والأرض الحين ما أدري كم قيمتها، لها 2 سنين وأنا عارضها، ومرة زكي مرة يقول 120 ومرة 100، مرة زكي ما أدري كيف أزكيها، فهل أزكيها ولا خلي لنا بيعها وأزكيها يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. طيب خلي يجاوب الشيخ لحظة. إذا تم عليها سنة بعد نيتك للبيع وجبت فيها الزكاة، تثمنها بما تساوي وتزكيها بإخراج ربع العشر من كل سنة تمر عليها وأنت قد نويتها للبيع. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طال عمرك كثرة المساجد يا شيخ، من أول طال عمرك يجتمعون الناس في مسجد واحد، الحين صار كل 5 بيوت يسوون عندها مسجد، فنبغى كلمة توجيهية
يعني الناس من أول يجتمعون وبعدين الخطى. الحين كثرة المساجد في الأحياء يعني يا شيخ. شكرا. نبغى كلمة توجيهية. طيب. الله يرضى عليك ويجعل والديك في الجنة. آمين والديك. السلام عليكم. والله هذا عند شؤون المساجد يا أخي، راجعوا شؤون المساجد وهي المسؤولة عن مواضع المساجد، وما يبنى مسجد إلا بإذنهم، بإذن شؤون المساجد، فعليهم أن يراقبوا ذلك وأن يلاحظوا ويمنعوا تقارب المساجد من غير حاجة. نعم. إبراهيم من الحوطة، تفضل إبراهيم. تفضل. صديق الشيخ صالح، ما هو الاعتداء في الدعاء وما حكمه؟ شكرا يا شيخ. الاعتداء في الدعاء حكمه انه لا يجوز، لا يجوز الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء ان تدعو على احد لم يظلمك ولم ينلك منه أذى، تدعو على إنسان بريء، هذا من الاعتداء في الدعاء، تدعو على من لا يستحق الدعاء عليه. ومن الاعتداء في الدعاء أن تطلب شيئا لا يليق بك، كأن تطلب أن تكون مع الأنبياء والرسل في منازلهم يوم القيامة، وإنما تسأل الله أن يحشرك معهم ومع أتباعهم. نعم. طيب. الأخت مرام تقول: هل على الألماس زكاة؟ أختي عندها كثير من هذا الألماس يا فضيلة الشيخ، وما مقداره؟ الألماس ليس ذهبا ولا فضة، فإذا كان التنويه للبيع ففيه الزكاة على أنه من عروض التجارة، وإذا كانت لا تنويه للبيع وإنما تنويه للتزين فليس فيه زكاة. نعم. عبد الله من الطائف، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله ينفع بك إن شاء الله، يعطيك الصحة على طاعتك، ينفع بك جميع المسلمين، علمك وبك يا شيخ. لي والدين يا شيخ متوفين الله يرحمهم وموت المسلمين، وشرع لي أحد الأخوان أني أحفر لهم بير في فيك، يعني فأسأل عن كيف الوضع هذا، وأفضل طعامك يا شيخ ولا أني أقفل يتعملهم؟ والله حفر البير، البير للمحتاجين أفضل، ولكن ما تحفر بير إلا إذا كان تشرف عليها أنت أو توكل من يشرف عليها حتى تنتهي ويستفاد منها. أما أنك تقول احفروا بير ولا تدري عن موضعه ولا تدري وين هو فيه ولا تدري من الذي يقوم بهذا، هذا لا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مصري مقيم بالرياض يقول: إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل ينعقد هذا الزواج؟ لا ينعقد هذا الزواج. المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا بد من شروط صحة عقد النكاح أن يتولاه ولي للمرأة من أقاربها، من عصبتها، أقرب العصبة إليها، وأن يشهد عليه شاهدين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها. نعم. مساعد من مكة المكرمة، تفضل يا مساعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ أمتها. آمين. تفضل. عن السفر، أسألي دول عن السفر، أقصر وأجمع إذا خرجت من المدينة أو إذا نويت السفر أقصر من داخل المدينة. السؤال الثاني: لا يا أخي، ما يبدأ القصر والجمع والإفطار في رمضان إلا إذا خرجت من المباني، من عامر البلد
أما ما دمت في البلد أو في بيتك فلا يجوز لك الجمع ولا القصر ولو كنت عازما على السفر. نعم. السؤال الثاني يا مساعد. السؤال الثاني أرجو من فضيلة الشيخ وكلمني نهاية البرنامج أنا طويل جدا. شكرا شكرا. ما أفضل الدعاء الذي يردده المسلم في حياته إذا كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب وإذا سافر للحج أو العمرة؟ أفضل الدعاء ما ثبت في الكتاب والسنة أن يدعو بالدعوات الواردة في القرآن أو يدعو بالدعوات الواردة في السنة، وهناك كتب مؤلفة في الأدعية يراجعها مثل الوابل الصيب لابن القيم ومثل الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ومثل كتاب الأذكار أيضا يقرأ فيه وفيه بيان الأدعية المشروعة. نعم. سلطان من الرياض معنا على الخط، تفضل سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والسلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال من ناحية، طلبت من واحد سلف وقال لي أعطيك سلف بس بشرط أنك تزكيها، هل يجوز الكلام ذا؟ لا، هذا حرام، ما يجوز الشرط هذا لأن هذا منفعة في القرض، قد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. السؤال الثاني السلطان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول أسأل عن لبس الشراب وأحكام المسح، فنحن لا نتقيد الحقيقة بالأيام، نلبسها اليوم ثم نخلعها وإذا سافرنا كذلك، فما الأحكام المتعلقة في المسح؟ المسح على الخفين أو على الجوربين الساترين له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فلا بد من التقيد بالمدة، فإذا تمت المدة للمقيم أو للمسافر انتهى وقت المسح فلا يجوز الاستمرار عليه. وكذلك إذا خلع الممسوح عليه فإنه يبطل المسح، فلا بد من غسل الرجلين. نعم. طيب أبو أحمد من جدة معنا على الخط. اكسر أبو أحمد، اكسر التلفزيون شوي أبو أحمد، في سامع يا شيخ، اكسر التلفزيون تفضل سؤالك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير يا شيخ. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من صلى 4 قبل العصر، هل هي دخول وقت العصر ولا قبله؟ واضح السؤال، شكرا. نعم، هذا معنى الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت وليست هي راتبة للعصر وإنما هي نفل مطلق ولا يصليها حتى يدخل وقت العصر. نعم. هذا السائل أبو شادي يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله كيف كانت مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ نعم، لأن لا إله إلا الله تتكون من نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فهي كلمة التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات داخلة في توحيد الربوبية، فهي داخلة في هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد المجيد من الرياض، تفضل أبو عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام.
نبي نسأل الشيخ يجوز أعطي ولدي زكاة؟ سمعت الشيخ. لا تجوز الزكاة، زكاتك لولدك، ولا تجوز زكاة ولدك لك، لا تجوز لعمودي النسب، وإنما تكون الزكاة لغير عمودي النسب من المحتاجين. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم التعلق بالأسباب. التعلق بالأسباب لا يجوز، التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع اتخاذ الأسباب فلا بد من أمرين: اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يقتصر على فعل الأسباب ولا ويترك التوكل، ولا يعتمد على التوكل ويترك الأسباب، لا بد من الجمع بين الأمرين. نعم. عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الكريم جدة، تفضل. عليكم السلام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندنا سؤال، في يوم 29 من رمضان اللي هو آخر يوم من الشهر المبارك الذي مضى، وصلنا الهدف، وأذن المؤذن في مكة المكرمة وانتصف الأذان ثم أفطرنا، ثم بعد ذلك أذن المؤذن في الهدف، هل يجب علينا أن نقضي هذا اليوم أو يكفي أن أفطرنا على أذان مكة المكرمة؟ يا أخي أنتم ترون غروب الشمس، الإفطار على غروب الشمس، إذا رأيتم الشمس غربت في أي مكان فقد حان وقت الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأنتم تعتمدون على رؤية غروب الشمس، وإذا كنتم لا ترونها تعتمدون على الأذان القريب منكم. نعم. بارك الله فيك عبد الله. هذه سائلة تقول: لي صديقة ابتليت ببلاء، فما الشيء الذي يرفع البلاء يا شيخ صالح وجعل ذلك في ميزان حسناتكم؟ الشيء الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى، فعليها بالدعاء أن تدعو الله أن يعافيها وأن يرفع عنها البلاء. لا راد لما ولا لا راد لفضله ولا ممسك لما أنزل ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، عليها بالاعتماد على الله والدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.